Vienna, دونديرك الايرلندي في الاوروبا ليغ الجوله الثالثه وين كانت مباراه وشأنها كيفاش نقولوا ابوان الذي سجل لدونديرك النادي الايرلندي في الدقيقه السابعه شنا ديجون الذي عدل النتيجه في الدقيقه 22 يعني كانت مباراه شنا كيفاش دخلوا بخطه وين نقولوا دونديرك النادي الايرلندي اللي دخل بخطه ربط 5-4-1 نقولوا رابيد فيينا اللي دخل بخطه نقولوا خطه 4-4-2 وين كل مدرب ولعب على التكتيك دو جو تاعو شنا باولو شنا كيفاش فيليب شنا اوبن ماتيو اللي خرج في الدقيقه 54 شنا والمان كذلك ساشيك شنا ديجون بيتريبوش شنا كريستوف شنا كارا شنا كليفان يعني من جانب رابيد بيانا شان كيفاش دونديرك الايرلندي وين نقولوا بلي كانت شنا كيس شونزيز يعني نقولوا بلي كانت المباراه ديفاب شنا اوبن المسجل الهدف شنا كيفاش ساما شنا دينالي يعني باولو يعني كانت المباراه كانت شيقه وشان فيها شان اهداف الشوط الاول يعني الشوط الثاني كان اخذ ورد كانت هجمه بهجمه شان كيفاش رابيد فيينا وين كان عنده فرص كبيره من اجل التسجيل كذلك دونديرك اللي نقولوا باللي لعب خطه دفاعيه ولعب على الكرات المرتده وين كان يشكل في خطوره على الدفاع تاع رابيد فيينا يعني كانت المباراه وين شان كيفاش في الاحتياط تاع دونديرك شان كيفاش باريان شنا كيفاش سيان موري ناتان شنا دافيد يعني رغم ذلك وين شاهدنا كيفاش انتهت المباراه الجوله الثالثه رابيد فيينا النمساوي دونديرك الايران الايرلندي شاهدنا كيفاش انتهت المباراه التي كانت شيقه في الدور اوروبا ليغ صعيد فيينا وين يفوز خاصة من شنا كيفاش الأهداف دونديرك اللي كان نقولوا كان فائز وين كان فائز لكن رابيد فيينا وين يقلب الطاولة وشاهدنا كيفاش ديجون في الدقيقة 22 عدل النتيجة كليفان كذلك في الدقيقة 79 هدف الثاني 87 هوفامن يعني يوسف الدميري الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة نقولوا في الدقيقة 90 وين انتهى شان كيفاش أربع أهداف لصالح فيينا أمام دونديرك الإيرلندي يعني في هذه المباراة مباراة شان كيفاش الهدف دافيد عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 82 لكن رابيد فيينا شان كيفاش في الثلاث دقائق وين يضيف هدفين وين رابيد فيينا يفوز بأربع أهداف أمام دونديرك الإيرلندي بأربع أهداف مقابل هدفين في أوروبا ليغ صحيح.